حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، اليوم نعيش مع النصيحة 21 في سلسلة أهم 30 نصيحة للبدء بحفظ القرآن. طبعا هذه النصائح أيها الأحبة ليست لأن نتعلم أحكام التجويد مثلا، ولا كيفية تكرار الآيات، ولا كيفية كيف نقرأ القرآن، لا، هذه منتشرة على الإنترنت بكثرة، يمكن اللجوء لكثير من المواقع. أنا مهمتي أو الذي أريده من خلال هذه النصائح أن أقوم بعملية تحفيز لكي تستمتع بحفظ القرآن. كيف نحفظ القرآن بسهولة ونستمتع بحفظ القرآن؟ هذا هو السؤال المهم أيها الأحبة. أنا الآن أحبتي في الله، اليوم أحب أن أتحدث عن استغلال العقل الباطن. استغلال العقل الباطن، كل إنسان منا أيها الأحبة له عقل باطن في داخله. طبعا هذه مصطلحات، من الناحية العلمية لدينا دماغ وقلب ودورة دموية وغير ذلك، ولكن اصطلح علماء النفس على تسمية العمليات التي تتم في داخل الإنسان وهي مجهولة حقيقة، أسموها بالعقل الباطن، حيث الإنسان لا يشعر بهذه العمليات، لا يشعر ولا يعرف ماذا يحدث في داخله، مثل دقات القلب، مثل مثلا نسبة هرمون معين عندما تزداد في الدم لا نشعر بها، عمليات لا شعورية. هكذا مبرمج جسمنا، برمجه الله سبحانه وتعالى ليعطيك أفضل أداء. في كل يوم أخي الحبيب احرص على الاستماع إلى سورة محددة كل يوم، أو على الأقل صفحة محددة، صفحة من سورة مثلا تستمع لها، ولكن أنا أفضل لأن السورة لها موضوع متكامل، أو على الأقل موضوع داخل السورة. يعني مثلا سورة مريم في مقدمتها قصة زكريا بحدود 15 آية، يمكن أن تأخذ 15 آية هذه وتكررها وتستمع لها وتفكر فيها، ولا مانع أن تكتب بعض الكلمات الصعبة وتبحث على الإنترنت عن تفسيرها لكي ترسخ في دماغك. كرر الاستماع إليها، نحن نقول دائما الاستماع مهم، بخاصة قبيل النوم أيها الأحبة، لأن العقل الباطن يكون في حالة استقبال معلومات ومهيئ لاستقبال المعلومات والتفاعل معها. وبعد حفظها اقرأها في الصلاة، ثم توضأ في الليل، وقف وصلي ركعتي قيام الليل، واقرأ ما حفظته خلال النهار، وستحس بلذة عجيبة وتشعر بحلاوة الإيمان. أخي الحبيب، يجب أن تضع في دماغك هدفا لحفظ القرآن. ما هو الهدف؟ الهدف هو رضاء الله تعالى. كيف تتقرب من الله، وليس الهدف أن تحفظ أكبر كمية ممكنة. كيف نتقرب إلى هذا الخالق العظيم عز وجل؟ الحقيقة أيها الأحبة، العقل الباطن مهم جدا أن تعلم كيف يعمل. أي معلومة نحن عندما نتلقاها عن طريق السمع والبصر وحتى اللمس أو التذوق عبر الحواس يعني المعروفة، هذه المعلومة تدخل إلى ما يسمى بالعقل الباطن ويتم تخزينها، مثل أنت عندما تخزن في جهاز اللابتوب لديك ضمن ملفات محددة، يتم أرشفة هذه المعلومة وتخزينها في مكان محدد ليسهل استدعاؤها في وقت آخر. فأنت يجب أن تستمع كثيرا، لأن العقل الباطن يتأثر بالاستماع. التكرار مهم، ولكن التكرار إذا كان
بتدبر وخشوع يكون له أثر أكبر بكثير من التكرار العادي قبل النوم مباشرة وبعد الاستيقاظ مباشرة. هذين الوقتين مهمين جدا في الحفظ. استغل فترة اللحظة التي تأوي بها إلى فراشك، توضأ، صلي ركعتين، اقرأ فيهما ما حفظته خلال اليوم، خلال هذا اليوم، ثم ابدأ بالنوم وأنت تستمع لآيات جديدة. هذه الطريقة ترسخ الحفظ في عقلك الباطن، فلا تنسى منه شيئا بإذن الله. عليك بالتفكير بالآيات التي تقرأها قبل النوم، وهذه الطريقة ستفتح قلبك وعقلك وتطور مداركك. إذن أيها الأحبة، ملخص هذه الحلقة، ينبغي أن تعلم أن هناك عمليات تتم في داخلك. استغل هذا العقل الباطن. أحد علماء النفس أو معظم علماء النفس يؤكدون أن 95% من طاقاتنا غير مستغلة. ما الفرق بينك وبين إنسان حفظ القرآن كاملا؟ أنت تستغل 1% من الطاقة الكامنة في داخلك، والذي حفظ القرآن استطاع أن يستغل مثلا 20%. أيضا هو لم يستغل كل شيء، لأن هناك أشياء يصعب أن تستغلها كلها. فإذا أيها الأحبة، الاستماع المتكرر قبيل النوم، هذه النصف ساعة مهمة أن تستمع وتفكر، وقبيل الاستيقاظ تستمع وتفكر بما تسمعه، ثم بعد ذلك تحاول أن تحفظ بعد أن تتأكد أن آيات القرآن قد رسخت في دماغك وأصبحت مألوفة بالنسبة لك. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على حفظ كلامه، وألا ننسى هذا الكلام العظيم حتى نلقاه وهو راض عنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.